أبدي قولي بالسلام لكل من يهمه السلام. نظرة فيها قلة احترام، نظرة بصوت الانتقام لكل ناقص عقل استجاهز للصدام. قول الكل حادث حديث، هذا نهجي عادي، وأنا أقول الكل حادث فاعل من منطلق قيادي. هذا الشيء أكيد، خذ مني المفيد، خبره في هالمجال. That's why call me يا العميد. Okay well for real، لا تتلزق فينا ما في بيننا deal. Tell me motherfucker how you feel، عن شعورك how you feel. بقلب موازينكم، بشفق على امثالكم، بمسح عن اسماءكم، بفضح كل اسراركم. لنا منصة وجه لك قرار، نص على دمكم. Yeah. Yeah. Hello انا معك، كيف حالك اشوفك مرتبك، تراني جاي لك موقفك صعب وانا حكي لك اوزانك ضعيفة، لو حاب اعطي لك هنا الفنصار. وكا وكا go to the hill motherfucker، فنك بلا طعم يقالو هيل، شد على حالك شوي وشد الحيل. ها لازم نعيد نفس الكلام، ترجع للخلف ونشادها للأمام. يا سلام شوف الكيف لما كيف المزاج، بعطي لك الوزن اللي سبب لك الارتجاج. قلبة هربة هربة قلبة قلبة هربة، لما سمع قوتنا برتي على طول هربة. لا تعيد الكرة وتقول انك رابر مثالي، ترى شخصيتك مقتبسة من شخص خيالي. ليرك سكفت والشيخ ما يعرف بصول الدين، كل كلمات تنطقها فمك محسوبة بحسابك لين. من شهر لشهر نقطع حتى يقل عدد القاتل، بهالفترة يظهر امثالك يتفوه بسطور الجهل. ادفن كلماتك بالارض راح تكون لي مداس، واني كلماتي تخلد كي يتعظوا منها الناس. ما ضابط الورد بلي كيف تمثل العراق، اليس كابوس حرمك نومك رافع مستوى الارهاق. فصوتي يزعج امثالك لان دخله مضمون ملعون، وانت بمنصب القديس ما كنت للناتعون. قال شاتل قال تفاهة اساس بنشاتهم ضعيفة، واني بنشي ما له حل لان ضرباتي دقيقة. الفكرة لطرحها بساطر راح تستنزف الفتيرة، واني متحدي نفسي اعديك بربع ميجا. ام سوري نقا لان الحقيقة تأذيكم، اسطر فرغة على اللحن ما يطلع عايشي بيديكم. بيتش